رجاء استاذ ابو حمزه نرجع هاي ترجع لحالها ولا ايه تمام اذا احنا قلنا هاي الحاله اللي احنا مهتمين فيها اللي هو يكون في بروجيشن at a given operating frequency only those modes with f اكبر f critical will propagate the cutoff frequency اللي هي الكاتوف فريكوانسي is the frequency below which attenuation occurs and above which we have propagation اللي هو قلنا high pass هذا هي الاف الكاتوف فريكوانسي اقل منها attenuation واكبر منها بصير عندنا propagation كمان مرة الكاتوف فريكوانسي قلنا هي 1 2 باي 1 جذر ميو ايبسلون جذر الام باي على ال كل تربيع زائد ان باي على بي ال كل تربيع اذا اف اللي هي الكاتوف فريكوانسي ام ان يو برايم ايش هي يو برايم اللي عبارة عن 1 على ميو ايبسلون على 2 طبعا هنا الباي تربيع بقدر اطلعها يرحمكم الله الباي تربيع بطلعها فبتروح مع الباي فبايش بضل عندي ام على ال كل تربيع زائد ان على بي ال كل تربيع ويو برايم اللي هي الفلوستي اللي واحد جذر ميو ايبسلون طيب ذا فيس كونستانت بيتا كان بي ريتن ان تيرمز اوف ايش اوف اف كت اوف از احنا قلنا بيتا مين لما تكون اوميجا اكبر هذا الترم اكبر من هذا سو جذر الاوميجا تربيع ميو ايبسلون ماينس ان باي على ال كل تربيع ماينس ان باي على بي الكل تربيع لو طلعنا اوميجا ميو ايبسلون ايش حتصير اوميجا جذر ميو ايبسلون جذر الواحد ماينس هذا بصير البسط والمقامين اوميجا تربيع بميو ابسلون تمام اذا بيتا ايش بها تسوي هاي سميناها بيتا برايم اللي هي عباره عن اوميجا على كي او اوميجا على اوميجا على يو برايم او كي بيتا برايم اللي هي كي اللي اوميجا على الفلوستي برايم تمام اذا بيتا هي بيتا برايم جذر الواحد ماينس مش هذه هي الكاتوف فريكوانسي اللي هي ام على ال كل تربيع زائد ان على بي الكل تربيع في اللي هو او يعني هذه الاوميجا ميو ابسلون اللي هي حتكون اليو برايم فاذا اف كاتوف على اللي هي الاف هذه الاف كاتوف على الاف حتكون البيتا البروجيشن كونستانت بدلاله البروجيشن كونستانت تمام كمان بقدر اطول اللي هو اللمدا اللي جايدد ويف انا عندي موجه بصير لها جايدنج فبقدر اطول طول الموجه بدلاله اللي هي مين البروجيشن كونستانت هي 2 باي على بيتا فحتكون 2 باي على بيتا برايم جذر الواحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع تمام بط بيتا برايم ايش بتساوي 2 باي على لمدا برايم اللي هي المربوط الكي يعني بيتا برايم احنا اللي هي الكي اللي اوميجا على الفلوستي برايم إذا بقدر أكتبها بدلالة اللي هي لامدا برايم 2 باي على بيتا برايم اللي هي لامدا برايم على جذر 1 ماينس اف سي على اف لكل تربيع حيث لامدا برايم هي الفلوستي برايم على اف تمام؟ طيب انترنسيك امبيدانس الامبيدانس احنا عرفناها مين اي اكس على اتش واي اللي هي بيتا على اوميجا ابسلون بقدر أعوض برضو عنها حتكون اللي هي جذر الميو على ابسلون في جذر 1 ماينس اف سي على اف لكل تربيع او ايتا ترانسفيرس ماجنتيك حتساوي ايتا برايم اللي هي جذر الميو على ايبسلون جذر الواحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع ايتا برايم اللي هي جذر الميو على ايبسلون طبعا كل البرايمات هدول لو انه انا فيش عندي ويفز يعني كاني في الفضاء اللي احنا شفناهم بدون جايدنج اللي هي لامدا برايم يو برايم ايتا برايم بيتا برايم كل هدول كانه فيش عندي ويفز ان جايدد ويفز هدول هيك بس اللي بنقدر نحكي عن الترانسفيرس ماجنتيك نيجي للترانسفيرس الكتريك نفس الفكره ترانسفيرس الكتريك معناه انه عندي الكومبوننت بتاعت الكتريك فيلد في اتجاه زد هي لزيرو فبضل عندي مين الاتش زد دايركشن هذه هي نفس الحاجه بدي اروح على مين على الباوندريز هذا الاتش متاسفه هذا الاتش عند الباوندريج لا صح هذا الاي اكس والاي واي عند الباوندري لازم تساوي اللي هي التانجنشال كومبوننت مين هي التانجنشال كومبوننت عندنا اللي هي الاي اكس والاي واي
الاي اكس التانجنشال كومبوننت والاي واي لازم تساوي زيرو عند اكس بتساوي زيرو واكس بتساوي اي وعند واي بتساوي زيرو واي بتساوي بي عندنا التانجنشال كومبوننت للفيد لازم تساوي زيرو. طب من وين بدنا نجيب الاي اكس والاي واي؟ من الاتش. ما احنا عارفين الاتش اذا بقدر اجيب الاي اكس والاي واي بفاضل الاي زد بالنسبه لواي بتعطينا اللي هي الاي اكس لكن تفاضل اللي هي الاتش زد بالنسبه لواي الزد بالنسبه لواي طبعا يعني هذا عشان اسوي هذه بديها تساوي زيرو عند الزيرو عند الزيرو بها تساوي زيرو فاذا بدي احط افاضل واحط الزيرو لما اجي افاضل للواي ايش حتعطيني الكوساين ساين والساين كوساين هذه بديها تساوي زيرو عند اللي هي واي بتساوي زيرو او بي صح فاذا بقول هذا الترم كونستانت فمين اللي حيكون لازم يساوي زيرو عند الباوندري اللي هي التفاضل هذا الترم كونستانت فاذا دي اتش باي دي واي حتساوي زيرو عند واي بتساوي زيرو واي بي نفس الشيء هنا هذه بديها تساوي زيرو الاي واي عند الزيرو والاي اذا هذه اللي حتكون زيرو اللي هي التفاضل بالنسبه لاكس عند الزيرو والاي نعمل هذا الحكي نفس الخطوات اللي عملناها قبل قليل لو فضلت هذه حتعطيني ساين وهذه كوساين صح عند واي زيرو الساين زيرو اذا هذا الترم بروح بضل عند بي 4 مضروبه في هاي الترمات عند الزيرو اذا بي 4 لازم تساوي زيرو تمام نيجي بالنسبه لاكس هذه حتعطينا الساين وهذه كوساين هذه الساين وهي كوساين عند الزيرو الساين ايش حتكون زيرو لكن حتضل البي فاذا لما بنسويها بالزيرو البي 2 هي اللي حتكون زيرو اذا عندي بي 2 صارت زيرو وبي 4 بتساوي زيرو ايش ضل عندي بي 1 في بي 3 بي 1 في تي 3 بسميهم مين اتش زيرو هلا لو بدي اعوض على مين عند البي والاي نفس المنطق اللي عملناه عند الاي والبي عند اللي هي اتش اكس بتساوي اي اكس بتساوي بي واي بتساوي بي حتكون بتساوي زيرو فلو عوضت عن بي بتساوي زيرو اللي هي ساين الكي اكس عند البي الواي اللي هذه البي 4 ساين طبعا التفاضل هي كوساين كي واي في بي صح عند البي هاي بها تساوي زيرو اذا مستحيل يكونوا عند كل الاكسس فبناخذ اللي هي هذا الترم اللي هو كوساين الكي واي واي بتساوي زيرو فبكون كوساين كي واي واي هي اللي بها تساوي يعني هي اللي حتكون الملتيبلز بتاعت ال 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 الباي اللي عندها بها تساوي زيرو وبالتالي بحط اللي هي الاتش بتساوي الاي هذا اللي هي تفاضل بالنسبه لواي اللي هي الاي اكس الاكس عند هاي النقاط بها تساوي زيرو تفاضلها قلنا هذه الساين راحت البي 3 البي 3 هي اللي ضلت والبي 4 اللي راحت صح فاذا الساين هي اللي ضلت بي 3 في الساين يعني بطلع الاي اكس واضح فاي اكس هي بي 3 ساين الكي واي واي مضروبه طبعا في كي واي تمام هذه البي 4 قلنا هي اللي صارت مضروبه في كوساين فعند الزيرو صارت راحت وبي 3 اللي صارت صفر متاسفه لا هي البي 3 اللي ضلت صح انا هاي مضروبه في الساين واللي في الكوساين هي اللي ضلت فقلنا بي 4 بتساوي زيرو في داعي اعملهم واضح على سلوى في داعي لا اذا بي 3 في الاي اكس هي اللي ضلت بي 3 مضروبه في مين في الساين كي واي واي ساين الكي واي بي برضه لازم تساوي زيرو انت الاي متاسفه البي الواي هي البي ساين الكي واي بي بتساوي زيرو وين الساين بتساوي زيرو لما كي واي بتساوي مالتيبلز اوف باي واضح طيب اذا هي تعرفنا مين الكي واي نفس الحاجه هنا لازم نفضلها بالنسبه لاكس عشان نحصل على الاي واي اذا هذه بدها تكون اللي هي الساين اذا بي واحد هي اللي ضلت وهذه مين اللي راحت صفر البي 2 فبالنسبه لاي واي اللي هي بي واحد ساين الكي اكس عند الاي عشان تساوي زيرو اذا كي اكس اي هي اللي بتكون مالتيبل اوف باي تمام اذا عندي طالمين الترمين هدول بي 1 لا تساوي زيرو وبي 3 لا تساوي زيرو نرجع ل اتش زد ايش ضل بي 1 في بي 3 كوساين كوساين في اي تو ماينس جاما زد كي اكس قلنا ايش بتساوي مالتيبلز الباي اللي هي ان باي على اي وكي واي مالتيبلز الواي اللي هي ان باي على بي واضح انا شفهيا عملت الاي والاي رابطين اذا مش رابطين يا سلوى بكتب لك على السبوره طيب
طيب اذا هي عرفنا الاتش زد، اذا ببساطه بقدر اجيب اي كومبوننت ثانيه من الاتش زد زي اليمين الاي اكس والاي واي والاتش اكس والاتش واي، هذه هي كل باقي الكومبوننتس. هذا هو التوب فيو والاند فيو للسبورتد فيلدز في مين؟ في الويف جايد على سبيل المثال اللي هي اكس عندها ام بتساوي 3 وان بتساوي 2، هذا المود اللي بيصير له بروباجيشن في قلب اللي هي الويف جايد. نيجي للكت اوف، الكت اوف برضه حنلاقي انه الكت اوف هو يو برايم على 2 جذر الام على اي الكل تربيع زائد ان على بي الكل تربيع، نفس الحاجه انا بدي الاوميجا تربيع ميو ابسلون اكبر عشان يصير بروباجيشن، لو كانت اقل حيكون في اتنيوشن، نفس الكلام. طب نيجي نشوف مين اصغر مود. الام وام ممكن يكون الزيرو او الواحد او الواحد وزيرو، لكن مش الاثنين زيرو. فاذا الكت اوف عندنا اصغر مود هو ترانسفيرس الكتريك 1 0 وترانسفيرس الكتريك 0 1، يعني ممكن سبورت ام 0 او ان 0 لكن مش الاثنين 0. عكس الماجنتيك، الاثنين اذا كانوا اذا كان الاثنين 0 فيش بروباجيشن، لازم يكونوا الاثنين 1، فيش مش سبورتنج لو اي واحد منهم يكون 0، ان 0 او ام 0 كل الفيلدز بيطلعوا 0 ما بضللناش حد، لانه في ساين في كل الفيلدز كوساين ساين، لكن احنا هنا المعادله تاعتنا كان فيها كوساين كوساين، فبتتحمل انها واحد منهم يكون زيرو. لكن الماجنتيك كان دائما يا كوساين في ساين او ساين في كوساين او ساين في ساين، فلما يكونوا الاثنين واحد منهم واحد على الاقل زيرو حيكونوا كلهم زيرو، لكن الترانسفيرس الكتريك بتحمل انه واحد منهم يكون زيرو، فالمينيمم هو واحد زيرو زيرو واحد، بس واحد منهم اقل من الثاني. عشان اقرر مين هو فيهم الاقل لازم احدد مين اللي اطول الاي ولا البي، لانه مين الام مثلا مقسمه واحد على واحد على زيرو او الان هي الواحد حتكون على بي، فاصغر مود اللي هو بيعتمد على مين اطول الاي ولا البي، فدائما بقول لك الاي احنا بناخدها اطول من البي للموجه، يعني الاكس دايركشن للويف جايدز بتكون مستطيل، الاكس اللي هي الاي اطول من البي. فاذا المود اللي اكبر لو انا اخذت الام 1 وان 0 حتكون الفريكوانسي مين يو برايم على 2 جذر 1 على اي الكل تربيع، يعني يو برايم على 2 اي، لكن لو كانت الام 0 والان 1 ايش حتكون الكاتو فريكوانسي؟ يو برايم على 2 في 1 على بي. لو اي هي الاكبر حتكون اليو برايم على 2 اي اصغر من يو برايم على 2 بي، اذا مين هي المينيمم مود؟ هو الواحد 0. واضح؟ ليش هو الواحد زيرو؟ على اساس انه الاي اكبر من البي، لانه الفريكوانسي حتكون كت اوف اللي هي 1 0 يبرام على 2 اي، لكن لو كانت البي الاكبر حتكون الكت اوف فريكوانسي مين؟ اللي هي يبرام على 2 بي. اذا ترانسفيرس الكتريك 1 0 هو اللويست مود، هو الاصغر مود، هو اول مود بيصير له بروباجيشن. دائما الدوميننت مود هو اللويست كت اوف فريكوانسي، اللويست هو اللي بيكون الدوميننت، اول مود هو اقواهم بيكون، الباقيين بيكونوا يعني اقل قوه من اللويست مود. اذا كمان مره الترانسفيرس الكتريك مود ان الكت فريكوانسي بتحدث عند تي اي 1 0 على اساس انه اي اكبر من بي، بنوضح اذا لوور ذان ذات، وبرضه اقل من مين؟ تي ام ام 1 1، لانه تي ام 1 1 هيكون 1 على اي زائد 1 على بي، فاذا هي اقل وحده حتى اقل من تي ام 1 1 مود، هنس تي اي 1 0 از ذا دوميننت مود، هو الدوميننت. اف مور ذان 1 مود، اذا اكثر من از بروباجيتنج ذا ويف جايد از اوفر مودد، بنسميها اوفر مودد. اذا اللوست مود هو البس اللي مارق اللي هو تي اي 1 0 بنسميها سنجل مود، لو اكثر من مود بنسميها اوفر مودد. سنجل مود بروباجيشن از هايلي ديزيربل تو ريديوس ديسبيرجن، في ان نتيجه عده مودز لما يمروا في الويف جايدز بصير حاجه بنسميها ديسبيرجن. الديسبيرجن هذا بينتج من وجود عده مودز في بمشوا في الموجه، فاذا انا بدي احصل على لس ديسبيرجن افضل لي اني اخذ وان مود، فهو ديزيربل اللي هو سنجل مود. This occurs between cut off frequency of a transverse electric 1-0 mode and cut off frequency of the next higher mode. يعني مثلا احنا شفنا قبل هيك مش رسمها هنا، يعني خلينا ارسم هيك المودز، هذه الفريكوانسي نفترض هاي الفريكوانسي
المودز حيكونوا شكلهم غالبا بهذا الشكل. هنا الكت قبل هذه الفريكوانسي فيش بروباجيشن، هاي اف نيو واحد او النيو كت اوف واحد بتاعت المود الاولان، رسمه هيك خلينا نقول، وهذه كت فريكوانسي للمود اللي بعده للنكست. عشان اعمل كت اوف بس يكون عندي سنجل مود، باخذ الفريكوانسي ما بين اللي هي الفريكوانسي بتاعت الكت اوف للفيرست مود والفريكوانسي بتاعت الكت اوف للسكند مود، فهذا بمرقش ولا واحد من هذول بمرقه، فقط بمرق اللي هو الفيرست مود، هاي المقصود فيها واضح. فعشان هيك بقولنا عشان احصل على سنجل مود لازم اخذ الفريكوانسي بتوين الكت فريكوانسي اوف ذا تي اي 10 اند كت فريكوانسي اوف ذا نيكست هاير مود. الفيس كونستانت نفس الحاجه زي الترانسفيرس ماجنتيك اللي هو بيتا بيساوي بيتا برايم جذر 1 ماينس اف سي على اف الكل تربيع، بيتا برايم اوميجا على يو برايم، الانترنسيك امبيدنس اللي هي اي اكس على اتش واي نفس الحاجة تي اي ترانسفيرس الكتريك ايتا برايم على جذر الواحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع. الاختلاف بينها والترانسفيرس ماجنتيك انها ايتا برايم جذر واحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع، حاصل ضربهم دائما لازم يعطيني الايتا تربيع، يعني ترانسفيرس الكتريك ترانسفيرس الكتريك مضروب في ترانسفيرس انترنسيك امبيدنس لترانسفيرس ماجنتيك حتعطينا ايتا برايم، او ايتا برايم هي جذر التربيع لترانسفير لايتا ترانسفيرس الكتريك وايتا في حاصل ضربها مع ايتا ترانسفيرس ماجنتيك. ايتا برايم طبعا هي تاعت السبيس، قلنا لو انه فيش عندي ويف جايد ان جايدد. نيجي اللي هي لويست مود اللي هو 1 0، يعني بتعوض على ام 1 وان 0. نيجي للمين للاتش زد، الاتش زد فيها كوساين كوساين، لو حطينا 1 و0 جبت من 0 1 وهذا حيضل اتش 0 كوساين الباي على اي اكس اي تو ذا ماينس جي بيتا زد، هذا اللي حيضل. هذا ايش معناها كوساين؟ اذا الترم الاولاني او الاتش زد ايش مالها كوساين؟ اي هيك بنرسمها كوساين، هذا الاكس هذا موجب اكس بس عشان التوضيح. هاي الترم الاولاني كوساين من 0 ل اي حيكون في عندي كوساين، هاي اول مود تمام. طب نيجي لمين؟ طبعا لو انا بدي اخذها في التايم دومين بس بضيف لها اللي هي الكوساين اوميجا تي ماينس بيتا زد تمام، هذا اللي هي لانه الاس اللي هي قلنا الفيزر ريبريزنتيشن. طيب نيجي لمين؟ للاي واي. الاي واي اللي هي التفاضل تبع هذه بالنسبه لمين؟ للاكس. حتكون عندنا اوميجا ام يو اي على باي اتش نوت ساين الاكس باي اكس على ايه. طبعا دائما هذه الكوساين حتكون مالها اللي هي الان زيرو، فهذه واحد دائما، فهي الاتش فضلها بالنسبه لاكس حتعطيني اي واي، حيكون عندي ساين زي ما انتم شايفين هي ساين تمام. هذا من زيرو لاي اللي هو طول الويف جاي تاعتي، فاذا اللي بروجيتد الاتش زد هيها كوساين الاي واي ساين تمام. وطبعا مالها نص، احنا اتفقنا انها نص باي ان ام واحد اللي هي حف. طيب الاتش اكس حتعطينا ماينس بيتا اي على باي اتش زيرو ساين الباي اكس على اي ساين اوميجا تي ماينس بيتا زد، فاذا حيكون عندي برضه ساين بس مالها فيز بينهم 180 هتكون ماينس. لكن باقي الفيز لاي زد، اي زد طبعا زيرو لانه هذا ترانسفيرس الكتريك، اي اكس واتش واي برضه بيطلعوا زيرو عند اللي هي 1 0، لكن مش كل الفيلد 0 تمام. هاي اللي هو ترانسفيرس الكتريك 1 0 مود، هاي الاند فيو اسواء اللي هي وهذا السايد فيو وهذا توب فيو للموجه اللي بروباجيتد ترانسفيرس الكتريك 1 0. طبعا اللي هي المخطط بيمثلني الماجنتيك فيلد، الخطوط اللي هي الستريت لاينز بتمثلني اللي هو الالكتريك فيلد. طبعا انتوا فاهمين ايش الستريت لاين اه، لانه الموجه هي لما تكون بهذا الشكل وبتطلع عليها من هنا كيف بتبين خط واضح. بس هذه مقارنه بين اللي هي الموجه في الدايلكتريك ميديا وفي الويف جايد. في الدايلكتريك ميديا يعني انه زي في الهواء، يعني في شيء جايدد، بيتا برايم بروجيشن كونستانت اوميجا على يو برايم اوميجا على جذر الميو ابسلون يو برايم اللي هي 1 على جذر ميو ابسلون، فاذا اوميجا في جذر ميو ابسلون،
في الانسايد الويف جايد بيتا بتساوي بيتا برايم جذر الواحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع اسواء لترانسفيرس او ترانسفيرس ماجنتيك. التنتين لهم نفس البيتا. انترنسيك امبيدنس ايتا برايم جذر الميو على ابسلون. ترانسفيرس الكتريك ايتا برايم على جذر واحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع. ترانسفيرس ماجنتيك ايتا برايم جذر واحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع. ما ننساش المحاصل ضربهم بيعطينا ايتا برايم تربيع. يو برايم اللي هي الفيلوسيتي اوميجا على بيتا برايم برضو بتساوي اف لامدا بتساوي واحد على جذر الميو ابسلون. يو في الويف جايد هي اوميجا على بيتا برايم جذر الواحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع او اوميجا على بيتا اللي هي هذه بيتا. تمام. لامدا برايم يو برايم على اف هنا لامدا بتساوي لامدا برايم على جذر واحد ماينس اف سي على اف الكل تربيع. هنا أمثلة مثلا عندي rectangular waveguide with dimensions A بتساوي 2.5 سنتيمتر B 1 سنتيمتر B operate below 15.1 جيجاهرز. يعني أنا بدي فقط تسمح للموجات اللي إلها frequency أقل من 15.1 إنها تمر، أكتر من هيك بديش إياها تمر. هنا إيش بحكي لي على cutoff frequency؟ يعني بدي أختار لي frequency أعلى شوية إذا بصحي لي يعني مثلا 14.9 او 15 بالتمام واقل من اللي هي اكثر من 15.1. يعني انا بدي اختار الفريكوانسي فقط اللي تسمح لل 15.1 تكون اكبر فريكوانسي لانه بلي منها بدي اياه يمرق. احنا قلنا اذا مثلا اول واحد بدي اخذ الفريكوانسي اكبر من الكتوف تاعت الاولاني واقل من الثاني. انا بده بس انا عند 15.1 فبديش اشي اكبر من 15.1. How many modes؟ بسألني قديش المودز اللي بدها تمر في هاي الويف جايد. With a medium إذا كانت الميديا سيجما إلها 0 يعني lossless إبسلون 4 وميو إبسلون بتساوي 4 إبسلون نود وميو بتساوي 1. كالكوليت الكاتوف فريكونسي عشان أحسب الكاتوف فريكونسي عندنا F كاتوف بتساوي U برايم على 2 جذر الأم على A الكل تربية زائد ان على بي الكل تربيع والفلوستي واحد جذر الميو ابسلون. طبعا الميو معطينا اياها اللي هي واحد ريلاتيف واحد حيضل عندي اللي هي ميو ابسلون وال يعني متذكرين احنا هذا سي على الابسلون ريلاتيف من وين انه هاي ميو ابسلون نود ميو ار ابسلون نود ابسلون ار فبطلع اللي هي جذر الميو ابسلون نود ابسلون نود هذا اللي هي سي C على جذر الميو R إبسلون R ميو R 1 وإبسلون R 4 فبتصير 2 C على 2. إذن فلوستي C على 2 بعوض عنها فلوستي C على 2 فبتصير C على 4 جذر الأم على A الكل تربيع زاد أم على B الكل تربيع نعطينا اللي هو الـ A 2.5 سنتي والـ B 1 بعوض عنهم. إيش صار عندي الكاتو فريكونسي C على 4 جذر أم على 2.5 في 10 قوى ناقص 2 كل تربيع زائد أم على 1 في 10 قوى ناقص 2 كل تربيع. نبدأ في اللوست مود اللي هو TE01. لو أخذ أم 0 وأن 1 حتعطيني فريكونسي بحسب يعني هذه 0 راحت إن 1 1 على 1 في 10 قوى ناقص 2 كل تربيع باخذ الجذر تبعها وبضرب في سي الفيلوستي أوف لايت على 4 بتعطينا 7.5 جيجا هرتز. طب 0.2 أف سي 0.2 أخذت اللي هي 0.2 هتعطيني 15 جيجا 0.3 هتعطيني 22.5 هذه مش هتدخل 15 هتدخل 7.5 هتدخل. طيب خلصنا 0.1 0.2 نيجي لمين لواحد 0 واحد 0 طبعا هاي انتو شايفين كل المودز على ما بناخد 1.0 3 جيجا 2.0 6 جيجا 3.0 9 جيجا 4.0 12 جيجا 5.0 15 جيجا 6.0 18 هاي مش هتدخل. نيجي لمين للترانسفيرز الكتريك 1.1 وترانسفيرز ماجنتيك 1.1 مش هيفرق لانه الكت فريكوانسي نفس الشيء للتنتين. لما اقول 1.1 سواء تي اي او ام تي ام الاثنين موجودين ديروا بالكم ايش حيكون اف سي 1.1.8 اثنين داخلين تي اي 2.1 وتي ام 2.1 حوض 2.1 من ال 1.1 بيبدوا يصيروا اثنين. تمام. سي اف 2.1 9.6 3.1 11.72% 4.1 14.14% 1.2 15 هاي مش هتخش. نعدهم هنا عندي 4 في 2 او يعني لو انا بدي اعد الترانسفيرس ماجنتيك بدأ من 1.1 عندي 4 ترانسفيرس ماجنتيك مودز هيخشوا ترانسفيرس الكتريك 1.2.3.4
5 6 7 8 9 10 11 و11 ترانسفيرس الكتريك. اذا المودز المسموح لهم يخشوا للويف جايد اللي لهم الفريكوانسي اقل من 15.1 هم 11 ترانسفيرس الكتريك مود و4 ترانسفيرس ماجنتيك مود. هاي رسمناهم على الجيجا هيرتز. في عندي ترانسفيرس الكتريك اللي هي اقل وحده ال 103 جيجا هيرتز، بعدين 206 01 وهكذا. طلعوا الماجنتيك فيلد واللي لهم نفس الرقم بضلوا موجودين، لكن التي اي 30 تي اي 40 تي اي 50 هدول مدعومين في ترانسفيرس الكتريك لكن مش مدعومين في ترانسفيرس ماجنتيك. عندي ال 11 بنلاقيهم نفس المقدار، 21 31 41 تمام. اذا هذه هي المودز اللي مسموح لنا يمروا في ويف جايدز اللي لها الدايمنشن اي 2.5 بي، لانه بي كانت 1 واي 2.5. طيب ان ريكتانجولار ويف جايد فور ويتش اي 1.5 سنتيمتر بي 0.8 سنتيمتر سيجما 0 ميو ايكوال ميو نود ابسن 4 ابسن 0 اتش اكس بتساوي 2 ساين، هذا لانه احنا اشتقناهم بس ما علي اعوض عن اللي هي الدايمنشن 2 ساين باي اكس على اي كوساين 3 باي واي على بي ساين باي في 10 قوة 11 تي ماينس بيتا زد امبس بير متر. يعني هم معطينا اوميجا ومعطينا اللي هي المودز اللي هي ام 1 وام 3. بدنا نحسب اللي هي المودز اوف اوبريشن، الكت اوف فريكونسي، الفيز كونستانت، البروباجيشن كونستانت، والانترنسيك امبيدنس. طبعا واضح لنا احنا ايش قلنا، هذه ام 1 وان 3، هذا ما هو معطينا الفيلد اتش اكس بهذا المقدار. اذا عندي 1 3 وترانسفيرس الكتريك 1 3. سبوز احنا اخترنا ترانسفيرس ماجنتيك 1 3، كت اوف فريكونسي يو برايم على 2 جذر الام على ال كل تربيع زد ان على بي الكل تربيع يو برايم 1 على جذر الميو ابسلون، معطينا القيم بتاعت الميو والابسلون سي على 2 نفس القيم بتاعت المثال السابق. الكت فريكونسي مين هي؟ 1 3. اذا ايش حيكون سي على 4 جذر بنعوض عن ام ب 1 وان 3 28 و57 مية. طبعا هو ايش طالب؟ الكت المود اوف بروبيشن كت فريكونسي الفيس كونستنت المود اوف بروبيشن اللي هي 1 3 تي اي وتي ام، الكت اوف حسبناها هي المود اوف اوبريشن اللي هي تي ام 1 3 وتي اي 1 3. نيجي اللي هي البيتا نعوض ظهور مباشره في المعادله، بيتا برايم جذر 1 ماينس اف سي على اف الكل تربيع، نحصل على الفريكوانسي اللي هي 2 باي اف معطينا اياها اوميجا، واضح؟ بنعوض في بيتا بنحصل على بيتا. جاما جي بيتا برضه معطي هو بيتا بتدل لانه مش معطينا بيتا، فحسبنا بيتا بنحصل على جاما بتدل البروجيشن كونستانت، بده الفيز كونستانت بعدين البروباجيشن كونستانت. البروباجيشن معناه انه جاما ايش بتساوي جي بيتا، وترانسك لانه اخترنا احنا مين اللي ترانسفيرس ماجنتيك في الاول، فهي ايتا برايم جذر 1 ناقص اف سي على اف الكل تربيع. هلا لو ترانسفيرس الكتريك كله نفس الحجم على هذه ايتا برايم على الجذر. طبعا هذه هي اللي هي ويف باندز اند انتيرور دايمنشنز. لو كان عندي الدايمنشنز مثلا 4.3 في 2.15 مية هذا بالانش، هيكون عند الكت اوف فريكونسي من 1.7 ل 2.6، بنسمي الويف جايد ستاندرد، ويف جايد ستاندرد 430 اللي هي جايه من وين؟ من الطول تبعها من العرض اللي هو الاي، بنسميها الار باند. اللي لو كانت 3.4 في 1.7 بنسميها ويف جايد 340، وحتكون تسمح للفريكونسي 2.2 3.3 ومسميها الدي باند وهكذا. هدول الكيو باند اكيد يعني يمكن سمعتوا فيهم تاعون التلفزيون والراديوز، هدول لهم ستاندرد ويف جايدز ارقام معينه. عشان اما اسمد الكيو باند باخذ اللي هو ويف جايد 62، او بدي الكي باند باخذ الويف جايد 51 وهكذا. الكيو باند اليو باند كل واحدة إلها دايمنشن معين، واكيد احنا امبارح شفتوهم انتم امبارح شفتوهم في المختبر وقال لكم الدايمنشن تبعونهم وحكى لكم شويه على الباندز ولا لا؟ مش مشكله يعني، بس هذه هي المعلومات عن الباندز. وهيك انا بتوقع انه خلصنا المنهج ومش حقدر اعطيكم اي حاجه على الانتنه لانه حيكون اكسترا تاسك عليكم للامتحان.
لكن اذا ربنا اراد واخذنا مساق مثلا اعلى من هيك مع بعض الكتف ممكن ندخل شوي على الانتنة والفايبر اوبتكس يعني ان شاء الله. ممكن اعطيكم لو انا مثلا نزلوا لي الكتف خلصنا هيك يا استاذ ابو حمزه. لو احنا مثلا اخذنا الكتف ماده الكتف نزلوا لي